بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن نبغى نختصر هذا الكود، كيف نختصره؟ خليني بس أشغل لك عشان أوضح لك الصورة. إحنا الآن لما كتبنا مثلا بسم الله، كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا احتفظنا بالقيمة اللي جاية في متغير هنا. هذا المتغير ما له داعي، والطول ما له داعي، لأنه خاصية تكست هي نفسها سترينج. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني طالما إنه هذا نوع سترينج، هذه الخاصية نوع سترينج، فمعناته هيكون فيها نفس الخصائص الموجودة في المتغير فال، فليش أنا أستقبلها هنا؟ طبعا ممكن أحيانا حسب برنامج لازم تستقبلها، لكن الآن إيش اللي حيصير؟ هيا لاحظ معايا. الآن حنستفيد من معلومة جديدة اللي هي الملاحظات، ملاحظات في سي شارب والتعليقات أو الكومنت. لاحظ الآن خليتها أنا تعليقات كذا، تعليق يعني ما له قيمة، هذا فقط للمبرمج، هذا الكلام ما حيتنفذ. وجيت هنا وأعطيته، خليتها تعليقات، الآن يعطينا إنه فال إيرور ما هي موجودة لأنه أصلا مو معرف. فالآن هذه تعليقات السي شارب، تقدر تستخدم التعليقات وبالشكل هذا المالتي لاين، يعني تبغى تكتب تعليقات في أكثر من سطر. وعلى فكرة حتى لو كتبت مثلا هنا بسم الله الرحمن الرحيم، سواء بأي لغة هو ما تفرق معاه لأنه هذه تعليقات. طيب الآن احنا حذفنا هذا، يعتبر محذوف. طب ايش اللي بسوي انا الآن؟ انا كنت ابغى القيمة على اساس اختبر اللينكث او طول النص. اجي اقول له لاحظ معايا، مربع النص ايش هو؟ ذا فاليو. ولازم تنتبه، مربع النص مو هو النص نفسه، يعني هذا المربع هذا اوبجكت، لكن النص عبارة عن خاصية بداخل هذا الاوبجكت. انتبه، بعض الناس يحسب هذا النص، لا، هذا المربع يمثل مين؟ يمثل اللي هو ذا فاليو برمجيا. طب ابغى اوصل للنص اقول تكست، طب ابغى اوصل للطول دوت، لان هي اصلا هي عبارة عن سترينج، هي عبارة عن سترينج. فانا لاحظ اختصرت، صار الان حذفته. اجي اقول له هنا اذا كان، ولا شوف لاحظ ذا فاليو دوت تكست. الان انا ايش سويت؟ حذفت الفال وحذفت اللين المتغير. لاحظ الان اختصرتها، بس انا اول كان الهدف للتوضيح. فصار الان انت ايش تقول له؟ تقول له هذا طبعا متغير نوع، هو خاصيه نوع سترينج، فهيكون بداخلها لينث. انت تقول اذا كان طول النص صفر اعرض الرساله، اعرض هذه الرساله ان القيمه فارغه، او اعرض نفس القيمه اللي موجوده بداخل مربع النص. الآن اختصرنا البرنامج، خلينا نحفظ، شغل نشوف النتيجة تغيرت أو لا. خليني أنا أول شيء أعطيه، لاحظ بنفس الطريقة ما تغير شيء، فارغ. الآن أجي أقول له هنا بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظ مسج بنفس الطريقة. فهذه طريقة مختصرة، فقط اللي كان قبلها عرفناك انه في متغير نوع سترينج ونوع ومتغير نوع انتجر. عرفنا هنا الكومنت او الكومنتس، السنجل لاين والمالتي لاين اللي هي في سطر وفي اكثر من سطر. طبعا هذه مرت كثير، فعشان كذا انا احاول امر عليها بسرعه. طيب الشيء الثاني، عرفنا الاف وعرفنا الالس بشكل سريع برضه، حنرجع لبعض الاشياء، حنحاول نرجع في كل معلومه تيجي نستخدمها. الاف هنا شرطيه، يعني اذا تحقق الشرط اللي موجود بين القوسين نفذ هذا الجزء، اذا ما تحقق نفذ هذا الجزء. وتقدر تستخدم الاقواس، تقدر تستخدم الأقواس أساس تبين البلوك تبع الإف، وهنا على أساس تبين البلوك تبع الإلس. لاحظ، عفوا، بالشكل هذا، وما يتغير التنفيذ، ما يتغير التنفيذ، لو شغلت بيطلع لك نفس الكلام بدون ما يتغير. لاحظ طلع لنا نفس المسج. فهذه هي الفكرة بشكل مبسط. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.